Terminal Planning and Design، تخطيط وتصميم منطقة خدمات المسافرين، involves four organizations، في هناك أربع جهات معنية بهذا الموضوع، وهي الجهات التي تتطلب وجود خدمات ووجود مرافق لها حتى تستطيع أن تقوم بمهامها بما يخدم عملية الطيران. الجهة الأولى والأهم وهي الـ Airport Owner، مالك المطار، واللي هو يقوم بعملية الـ Financing، التمويل لإنشاء المطار. بالنسبة له طبعا للـ Owner هو عبارة عن استثمار، يقوم بإنشاء المطار ويقوم بتأجيره لكل المعنيين بتقديم الخدمات داخل المطار، سواء كان شركات خطوط الطيران، الجهات الرسمية، الشركات، المحلات التجارية في الأسواق اللي تنشأ داخل المطار من منطقة فري زون إلى آخره. فكل هؤلاء يقوموا باستئجار المرافق المختلفة من خلال استئجارها من المالك للمطار. من المهم نعرف أن المالك للمطار ليس بالضرورة أن تكون هي الحكومة، وإنما ممكن تكون شركات تقوم بإنشاء المطار كاستثمار بالنسبة لها وتؤجره لكل الجهات المعنية باستخدام مرافق المطار. طبعا هناك بعض الدول بيكون المطار أيضا التمويل له والملكية له بتكون للحكومة، وهي التي تقوم بمتابعته بشكل مباشر. وبعض الدول خصوصا الغربية تفضل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء المطار ومن ثم يقوم بتأجيره للمعنيين. عندنا في الأردن في السابق كان مطار الملك علياء الدولي، كانت الحكومة تقوم بكل شيء بما يخص الاستثمار، لكن مؤخرا خلال العقد الأخير قامت الحكومة بطرح عطاء BOT، بحيث أنه هناك ائتلاف من شركات تقوده شركة فرنسية هي التي قامت بالاستثمار بإنشاء المطار كتحديث طبعا المباني الجديدة اللي تكلم اللي تم إنشائها للمطار، وتقوم باستثماره. وحسب النظام BOT يقوم هذا الائتلاف بالاستثمار لمدة طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 سنة، وبعد ذلك تؤول الملكية إلى الدولة. يعني الملكية بتكون مؤقتة فقط خلال فترة الاستثمار اللي بتكون محددة بالعقد اللي بيربط ما بين الحكومة أو الدولة اللي هي الجهة المالكة لأرض المطار ومنشآته، وما بين الشركة اللي تتملك المطار مؤقتا، ليست ملكية دائمة وإنما ملكية مؤقتة لغاية ما يكتمل مدة العقد، وتكون الشركة بالفعل قد غطت مصاريفها وأيضا حصلت على الأرباح التي تتوقعها خلال تلك المدة، ثم تعود الملكية بالكامل إلى الدولة. الجهة الثانية الفيدرال جوفرمنت، الحكومة. والحكومة طبعا حتى وإن لم تكن مالكة للمطار إلا أنه لابد أن يكون لها عدد من المرافق والخدمات الرسمية داخل المطار، كون المطار يعتبر مركز حدودي، لأن الذين يأتون من خارج البلد يأتون مباشرة إلى المطار، وبالتالي لابد أن تكون هناك بعض الإجراءات الرسمية. من الأمثلة على ذلك اللي هو خدمات الإيميجريشن، ما يتعلق بالتشيك على جوازات السفر، الكاستمز اللي هي الخدمات الجمركية، أيضا إذا كان في بضائع لابد أن يكون عليها جمارك تقوم أيضا الجهات الرسمية بمتابعة ذلك، الهيلث انسبكشن الفحوصات الطبية، وإذا كان هناك وباء في منطقة ما القادمين من تلك المنطقة يخضعوا لفحوصات طبية، وغيرها من أي أمور رسمية كلها تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها داخل المطار، ويكون لها مكاتب محددة داخل المطار حتى تتمكن من القيام بتلك الواجبات. الجهة الثالثة واللي هي الايرلاينز، شركات الخطوط الجوية، وطبعا بعضها بيكون محلي وبعضها بيكون ايضا اجنبي. يعني عندنا بالاردن في عدد من شركات الطيران المحليه على راس الملكيه الاردنيه، وهناك ايضا بعض الشركات التي يعني رخصت مؤخرا خلال العقد الاخير والتي تقوم ايضا بتقديم خدمات للطيران. وطبعا ايضا الخطوط الاجنبيه احيانا، بالذات الخطوط اللي بيكون لها فريكونسي عالي على المطار، قد تتطلب توسع بمستوى الخدمات التي توفرها داخل المطار. Each has its own needs. إذن كل شركة من شركات الخطوط الطيران اللي تستخدم هذا المطار
بيكون لها متطلبات حسب مستوى وحجم الخدمة التي تقوم بتقديمها، وحسب أيضا زي ما حكينا الفريكوانسي لرحلاتها التي تأتي إلى هذا المطار. الجهة الرابعة الكونسيشنيرز، وهي ليست جهة واحدة وإنما هي المقصود فيها القطاع التجاري بأكمله، اللي ممكن أنه أيضا يوفروا بعض الخدمات التجارية داخل المطار مثل الريستورانتس، المطاعم، الشوبس، الأسواق المختلفة، المحلات اللي بتبيع هدايا وغيرها، الكار رينتلز، أيضا تأجير السيارات. فكل هذه أيضا الخدمات اللي بتكون عادة تتوسع أو تقل حسب حجم المطار. يعني المطارات الصغيرة بتكون بالحد الأدنى مثل هذا النوع من الخدمات، لكن المطارات الكبرى بيكون فيها كم كبير من الخدمات تكاد تشبه يعني مدينة مصغرة. المطار هو عبارة عن مدينة مصغرة لكم الخدمات التجارية اللي ممكن تتوفر بداخله، بحيث أنه الركاب أثناء الانتظار يقوموا بالتسوق ويقوموا أيضا بالاستفادة من هذه الخدمات الموجودة داخل منطقة المطار. تيرمينال لاي اوت كونسبتس، التفاصيل التخطيطيه والتصميميه لمنطقه التيرمينال اريا، ديزاين اوبجكتيفز، الاهداف اللي لازم نراعيها في عمليه التصميم. اولا ادكيوت سبيس، لازم يكون في عندنا مساحات كافيه لكل الجهات اللي حكينا عنها بالسلايد السابق. flexibility to cope with technology، انه لازم يكون في مرونه في مكونات المطار المختلفه ومرافقه للتكيف مع التقنيات الحديثه. بمعنى انه يعني على سبيل المثال من الامور اللي لازم نراعيها في المطار انه ممكن مستقبلا يصير في تغير في بعض المكونات الداخليه، وبالتالي يفضل استخدام مثلا البارتيشنز بدل الجدران الثابته، بحيث انه لو غيرنا في بعض التفاصيل نوسع غرف، ندمج غرف إلى آخره، تكون عملية سهلة من خلال البارتيشنز، ما تكونش مكونات كلها ريجد وصعبة التعديل والتغيير في المستقبل. وهذا متبع تقريبا في معظم المطارات الموجودة في العالم. Reduce walking distances for pedestrians and taxiing requirements for aircraft، إذا نقلل من مسافات المشي للركاب، المناطق المتوقع انه يمشي فيها الركاب نحاول نخليها باقل مسافات ممكنه، وكذلك بالنسبه لحركه الطيران داخل الابرون اريا نحاول نقلل من المسافات اللي ممكن تضطر الطائره تمشيها على الارض. يعني عاده بيكون الابرون قريب من بدايات ونهايات المدارج الران ويز، بحيث انه المسافه اللي بتمشيها الطائره بعد ما تكمل عملية الهبوط أو ما بين الخروج من منطقة التيرمينال أريا باتجاه بداية الصعود على بداية الرنوي، فتكون المنطقة قريبة من اللي هو الأبرون أريا، بحيث أنه بسهولة تستطيع الطائرة تمشي على التاكسي واي وثم تأخذ الرنوي من المكان المناسب. النقطة الرابعة اللي هي obtain revenues، إنه يكون الاستثمار، بما إنه حكينا المالك المستثمر بالمطار بده بالتأكيد طبعا أرباح لرأس المال اللي وضعه، فضروري يكون عندنا المشروع ككل مشروع مربح ويدر أرباح على المالك. وباي ذا واي يعني عندنا بالأردن الائتلاف اللي بيستثمر في مطار الملك علياء الدولي ليس فقط إنه بعد مدة طويلة يسترجع تكاليف الاستثمار وثم يعيد ملكيته إلى الدولة، وإنما أيضا يدفع سنويا للدولة مبلغ معين من المال حسب الاتفاق، حسب العقد الموجود بينه وبين الحكومة. وهذا يعني أنه بالفعل الاستثمار ناجح ومربح بالنسبة للشركة، بحيث أنه تستطيع فعلا أنه خلال مدة طويلة تسترجع رأس المال اللي دفعته، وبتكون أيضا قد درت عليها أرباح اللي تستطيع أنه جزء من الأرباح تأخذها لنفسها وجزء من الأرباح تقوم بإعطائه للدولة كشريك بهذا الاستثمار. النقطة الخامسة acceptable working environment for airport and working staff، البيئة نفسها داخل المطار تكون بيئة مقبولة وبيئة مناسبة للعمل، وكذلك للموظفين الموجودين داخل المطار، حركتهم، أيضا تنقلهم من مكان إلى مكان، الخدمات الموجودة يجب أن تكون بيئة مريحة، لأنه زي ما قلنا قبل شوي
يعتبر المطار هو أشبه بمدينة صغيرة، وخصوصا لما يكون حجم المطار كبير، ولذلك لابد أن تكون بيئة العمل مريحة. وكما نعلم أيضا من النقاط المهمة في موضوع المطار، أنه في كثير من الأحيان بالذات المطارات اللي بتشتغل على المستوى الدولي بيكون شغال المطار 24 ساعة، وبالتالي في عندنا بعض الخدمات تقدم من خلال ستاف بيشتغل على شكل شفتات، يعني شفت بيسلم لشفت، وبالتالي 24 ساعة في موظفين موجودين داخل المطار لتقديم الخدمات الضرورية، وهذا بيتطلب أن تكون البيئة بيئة مريحة ومناسبة لهؤلاء الذين يقضون أوقات طويلة داخل المطار. Terminal Layout Schemes اللي هو طريقة وقوف الطائرة أمام مبنى المسافرين، وهذا بيأخذ أشكال متعددة. بشكل رئيسي ممكن نتكلم عن النظام الأول اللي هو الفرونتال، والنظام الثاني البير فينجر، والنظام الثالث نظام الساتلايت، والنظام الرابع الريموت ابرون، والنظام الخامس الريموت بير على شكل لينير، والنظام السادس اللي هو الريموت بير بشكل كروسي فورم، والنظام السابع اللي هو الجيت ارايفلز. والآن حنشوف بالسلايد اللاحق أمثلة كأشكال توضيحية لكل واحد من هذه الأنواع السبعة. في النظام الأول الفرونتال طبعا نلاحظ أنه في عندنا منطقة التيرمينال بيلدينج تم تمثيلها بمستطيل بسيط فقط لتوضيح الفكرة، والطائرات تقف مباشرة أمام المبنى. فرونتال يعني بتوقف in front of the building، بتوقف مباشرة أمام المبنى لتحميل الركاب أو تفريغ الركاب. النظام الثاني اللي هو البير فينجرز، واللي هو يتم عمل ما يشبه الأصابع، يعني يتم عمل كوريدورز وقاعات، وأيضا يتم إنشاء وحدات متكاملة من خدمات القاعات الانتظار، وأيضا الجيتس اللي هي البوابات اللي تؤدي إلى الطائرة، وربما أيضا بعض الخدمات الإضافية من بعض المحلات اللي تقدم مثلا الطعام مثل المطاعم، المحلات الكافيه وغيره، تكرر في أكثر من موقع. المثال اللي أمامنا في عندنا منطقتين تم إنشاء تو فينجرز، يعني واحد على اليمين واحد على اليسار، وكل واحد من هذول المنطقتين بيكون عبارة عن منطقة خدمات متكاملة فيها قاعات الانتظار، وتستطيع أن تقدم الخدمة للطائرات إما من جهة واحدة أو من الجهتين زي الصورة اللي موجودة أمامنا، وهذا بيرفع من كفاءة المطار. بدل ما الطائرات كلها تقف مباشرة أمام المبنى، لا، يتم عمل مثل هذا التوسع الطولي لمرافق المبنى بحيث تستطيع أن الطائرات تخدم أكبر عدد ممكن منها بنفس الوقت. والنظام سي اللي هو الساتلايت، بحيث انه هو مشابه طبعا لنظام بي انه بنطلع فينجرز، لكن الفكره انه لاحظ عندنا في نهايه كل واحد من الاذرع اللي تم اخراجها من المبنى، والذراع بيكون على شكل كوريدور تقريبا فقط للمشي، ما بيكون في خدمات داخل هذا الذراع، بينما في نهايه الذراع بيكون في عندنا الدائرة اللي معمولة في النص، الدائرة المفرغة هذه تمثل مبنى بيكون فيه أيضا كم من الخدمات للمسافرين اللي من خلال هاي المنطقة يتم الدخول من وإلى الطائرات، يعني الجيتس وقاعات الانتظار كلها بتكون موجودة داخل هذه المنطقة اللي في نهاية الكوريدور. والنظام دي الريموت أبرون، والفكرة هون إنه بيكون عندنا منطقة وقوف الطائرات في مسافة بينها وبين مبنى المسافرين، وبهذه الحالة طبعا لابد يكون في عندنا نظام نقل ينقل الركاب ما بين الطائرات وما بين المبنى، وهذا متبع في المطار القديم في جدة. مطار جدة القديم، طبعا المطار الجديد الآن الحديث تغلبوا على هذا الإشكالية، الآن أصبحت الطائرات تقف كلها عند المباني، لكن في المطار القديم الطائرات تقف بشكل بعيد عن المباني، وخصوصا خلال موسم الحج لأنه بيكون كثافة النقل كبير جدا، فلا تستطيع أن كل الطائرات تأتي وتقف أمام المباني مباشرة، فتقف الطائرات في ساحات بعيدة نسبيا عن المبنى المسافرين، وتقوم باصات بنقل الركاب ما بين الطائرات والمبنى سواء عند القدوم أو عند المغادرة. النظام اي اللي هو الريموت بير لينير،
انه بيكون عندنا ايضا الطائرات بعيده نسبيا عن التيرمينال بيلدينج، ويتم تنظيمها، بيكون في عندنا كوريدورز بخدمات بالحد الادنى، تقف الطائرات امام هذه الكوريدورز من الجهتين او من جهه واحده، ويتم توفير ايضا نظام نقل ما بين التيرمينال بيلدينج وما بين الموقع اللي موجود فيه هذه الطائرات، ونظام النقل إذا كانت المسافات معقولة بيكون على شكل اللي هو البيلتس، النظام الإقشاط المتحرك اللي الركاب بيجلسوا عليه أو بيوقفوا عليه وهو بيمشي بشكل أرضي مباشرة، طبعا بسرعة بطيئة جدا بيكون بهذه الحالة، أكيد بعضكم شافه داخل المطارات وهو موجود ضمن مطار الملك علياء الدولي بالنسخة المحدثة أخيرا. النظام اللي بعده اللي هو الريموت بير بشكل كروسي فورم، واللي هو زي ما احنا شايفينه بشكل الصليب، برضو مشابه للنظام اللي قبله نظام اي، لكنه بهاي الحالة بيكون عندنا المبنى هو الأساس في الوسط، ومن نفس المبنى مباشرة يتفرع عندنا الأذرع اللي تقف حولها الطائرات، بينما في النظام اي كان عندنا المبنى مفصول عن منطقة وقوف الطائرات، وفي عندنا نظام نقل بينقل الركاب إلى الأذرع الطويلة اللي بتكون تقف الطائرات حولها. طبعا هاي الأذرع كلها عبارة عن كوريدورز بيكون فيها جيتس، البوابات اللي تنقل المسافرين من وإلى الطائرة. أخيرا نظام الجيت arrivals، إنه تقف الطائرات مباشرة أمام الجيت المعنية، بيكون المباني تاعت التيرمينال بيلدينج بتكون طولية بهاي الحالة، وتقف الطائرات مباشرة أمام الجيتس، بحيث إنه الراكب ما بيضطرش بهاي الحالة يمشي لمسافات طويلة، يعني لما يدخل الراكب إلى المطار المشي اللي بيمشيه من مجرد دخوله لمبنى المطار لغاية الوصول إلى الجيت المعنية بيكون قليل جدا، بحيث انه بيمشي مباشرة بقطع المبنى عرضيا ويصل الى الجيت المناسب اللي تأخذه الى الطيارة. هذا النظام جميل وكويس بالنسبة للراكب ومريح، لكن مشكلته في كفاءته انه لا نستطيع ان نستوعب عدد كبير من الطائرات at the same time. هاي اذا الانظمة المختلفة للتيرمينال لاي اوت سكيمز. انترا اند انتر تيرمينال ترانسبورتيشن، كما شرحنا في سلايد سابق انه الانترا هو النقل داخل التيرمينال، والانتر النقل بين التيرمينالز، لأن المطار قد يكون فيه عدد من التيرمينالز، بعض المطارات ممكن يكون فيها التيرمينالز متباعدة عن بعضها البعض، وبالتالي تتطلب أن يكون في عندنا نظام نقل ما بين هذه التيرمينالز. وفي زي ما حكينا في المحاضرة السابقة انه احيانا قد يكون في عندنا قطار داخلي يربط ما بين التيرمينالز المختلفة داخل المطار، وخصوصا في بعض المطارات مصممة بحيث انه في بعض التيرمينالز مخصصة للنقل الدولي وتيرمينالز اخرى مخصصة للنقل الداخلي، فالشخص اللي رايح مثلا من الاردن على امريكا، وفي امريكا الولاية او المدينة اللي هو رايح لها مثلا ما فيش فيها طيران دولي، فبيضطر بالحالة هذه ينزل في مطار آخر في طيران دولي، وثم ينتقل إلى المطار اللي فيه المدينة اللي هو رايح لها. يعني على سبيل المثال واحد رايح من الأردن إلى المدينة اللي كنا ندرس فيها، مدينة إيربانا شامبين في إلينوي، ما فيها مطار دولي، فيها مطار محلي، لكن أقرب مطار دولي بالنسبة لهذه المدينة هو مطار شيكاغو. مطار شيكاغو بيستقبل طائرات دولية، فاللي قادم من الأردن باتجاه شيكاغو فبينزل أولا بالتيرمينال المخصصة للطيران الدولي، وثم ينتقل من هذا التيرمينال إلى التيرمينال الأخرى داخل نفس المطار المخصصة للنقل المحلي، وبركب بالطائرة اللي بتاخده من مطار أوهير شيكاغو إلى مطار مدينة شامبين. فإذا بالحالة هذه بيضطر إنه يغير التيرمينال من التيرمينال الدولية إلى التيرمينال المحلية، ولذلك بدنا نظام نقل ما بين هذول التو تيرمينال. إذا كانت التو تيرمينال قريبين من بعض
حسب تصميم المطار، فممكن انه يمشوا مشيا على الاقدام او نستخدم نظام نقل بسيط مثل البيبول موفرز او الى اخره. لكن اذا كان المسافات كبيره فممكن نضطر انه نوفر قطار داخلي كما هو متبع في عديد من المطارات في الدول الغربيه سواء كان في اوروبا او في امريكا للتنقل ما بين التيرمينالز. بيكون في عندنا قطار صغير ماشي داخل المطار وبيوقف عند كل وحده من التيرمينالز، والركاب بتنقلوا في هذا القطار ما بين التيرمينالز بحيث انه بيعطي كفاءة عالية لعملية التنقل الداخلي. الـ results of study حسب دراسة تم عملها على هذا الموضوع على المسافات الموجودة داخل المطارات، الـ average walking distance to nearest gate، إذا معدل مسافة المشي اللي بيقطعوها الركاب إلى أقرب جيت، إلى أقرب بوابة إلى الطائرة، يعني من لحظة دخوله إلى المطار لغاية الوصول إلى بوابة الطائرة، ينهي كل الإجراءات الرسمية ويمشي حتى الوصول إلى بوابة الطائرة، تقريبا 565 قدم. الـ average walking distance to the farthest gate، أبعد بوابة ممكن يمشي إلها مشيا على الأقدام، هي 1342 قدم. الـ average walking distance between airlines، إذا معدل التنقل ما بين الشركات، شركات الخطوط الطيران المختلفة، مش لنفس الشركة وإنما لشركات مختلفة واللي قد تكون في different gates، في different terminal buildings عفوا، قد تكون في مباني مسافرين مختلفة، فأون average بحكي لنا بحدود 4091 قدم، وهو رقم كبير نسبيا، وبالتالي هذا قد يبرر وجود أنظمة نقل مناسبة لمثل هذه المسافات البعيدة. Large airports use moving sidewalks, vehicle systems and mobile lounges. أيضا المطارات الكبيرة ممكن تستخدم moving sidewalks اللي هي زي ما حكينا الأقشطة المتحركة اللي بتكون على الأرض بتمشي عليها أنت كمشاة، وهي بتمشي وانت بتمشي وبتسرع من حركتك زي الموجود داخل مطار الملك علي الدولي. الفيهيكل سيستمز ايضا ممكن مركبات تكون موجوده وباصات تنقل الركاب داخل المطار، وقد يكون عندنا الموبايل لاونجز وهي عباره ايضا عن باصات، لكنها هذه الباصات عندها القدره انه هي نفس الباص بيكون على شكل اليفيتر بيطلع وبينزل لمستوى الطائره، لمستوى الارض، لمستوى المبنى، مبنى المسافرين، بحيث انه يتم الاستفاده منه لرفع كفاءه دخول وخروج الركاب من والى الطائره، طبعا بالاضافه الى نظام القطارات اللي حكينا عنه واللي هو موجود بالذات في المطارات الضخمه على مستوى العالم. Automotive parking and circulation needs من ضمن الخدمات اللي لازم توفر في منطقه التيرمينال اريا اللي هي مواقف السيارات، وطبعا مواقف السيارات ضرورية لأنه more than 50% of passengers use cars to and from airports، يعني أكثر من 50% من الركاب بيستخدموا السيارات الصغيرة من وإلى المطار. طبعا هناك البعض الآخر بيستخدم وسائل نقل أخرى، يعني ممكن يستخدم الباصات، ممكن يستخدم التاكسي، الآن مؤخرا صار ممكن يستخدم أوبر وكريم، وممكن ايضا اذا كان في خدمه القطارات موجوده على المطار زي ما هو بعض الدول زي مدينه شيكاغو مثلا، في هناك محطه للقطار ضمن شبكه القطارات الموجوده في المدينه تصل الى المطار، فاذا حسب انظمه النقل الموجوده يتم استخدامها من قبل الركاب، الا ان وجدوا حسب الدراسه اللي عملت انه اكثر من النصف تقريبا بيستخدم السيارات الخاصه، فالان السيارات الخاصه هذه لابد انه يوفر لها مواقف في منطقه التيرمينال اريا. باركينج سبيسز should be within 300 to 400 feet from terminal building, maximum of 1000. إذا بيحكي لنا إنه لما نصمم مواقف السيارات، الموقع اللي بنحط فيه المواقف لازم يكون مسافة المشي تقريبا ما بين 300 إلى 400 قدم، وممكن إنه نسمح حد أقصى لغاية 1000 قدم. المفروض ما يكون الموقف بعيد عن المبنى، وعادة يعني يتم تقسيم منطقة المواقف إلى أكثر من منطقة أو إلى أكثر من يونت، اليونت القريبة من المبنى مباشرة تخصص للركاب ولمن يأتي أيضا لإيصال الركاب أو أخذهم من وإلى المطار، يعني المناطق القريبة جدا من المبنى الملاصقة للمبنى تترك للركاب ولمن يقدم الخدمة، خدمة النقل للركاب، والمناطق الأبعد قليلا يتم تركها للموظفين اللي بيشتغلوا في المطار، لان هذول بالنسبه لهم بيجي بترك سيارته لمده طويله، طول مده الشفت تبعه
فترة الدوام تبعه في المطار، بترك سيارته في الموقف، وبالتالي ما في داعي تكون الموقف ملاصق لمبنى المطار. عادة يتم وضع مواقفهم بعيد شوية عن المبنى، وبيتم تأمين شتل باص ينقل هؤلاء الموظفين ما بين الموقف وما بين المطار. وهذا مطبق عندنا في مطار الملكة علياء الدولي. بتلاحظ انه المواقف الملاصقة للمبنى مباشرة فهذه كلها متروكة للركاب ولمن يأتي لتوصيل او لاخذ الركاب، وكذلك للباصات العمومي اللي بتيجي بتشتغل على هذا ايضا الخط، خط المطار، باصات الفنادق، الباصات الشركات المتخصصة في نقل ركاب المطار وغيره، وبالإضافة أيضا لسيارات تاكسي المطار. أيضا تاكسي المطار له منطقة مخصصة للوقوف مباشرة أمام مبنى المسافرين. بالنسبة للموظفين في حالة مطار الملك علياء الدولي، في هناك موقف بعيد شوية عن المطار، عن مبنى المسافرين في المطار، وهذا الموقف بيخدم فئتين، بيخدم فئة الموظفين اللي هم بيشتغلوا داخل المطار، بحيث أنه بترك سيارته في هذا الموقف وبروح بداوم، وفي نهاية الدوام بيرجع بأخذ سيارته وبيمشي. وايضا نفس الموقف بيخدم فئه اخرى، وهي بسموه موقف المبيت في مطار الملك علياء الدولي، اللي بده يترك سيارته لعدد من الايام، بده يتركها لمده ليلتين، 3 ليالي، 4 ليالي، حسب مده السفر. بعض الناس اللي بيسافر لمده قصيره، رجال الاعمال بيسافر لمده يومين او 3، فممكن يجيب سيارته ويتركها في المطار لمده يومين او 3، وثم لما يرجع من السفر بياخذ سيارته وبيروح، يعني ما في داعي حد يجي يوصله ورد يجي مره ثانيه ياخذه من المطار. فهذا الموقع بيخدم الموظفين وبيخدم ايضا سيارات المبيت اللي بتظل موجوده لعدد من الايام، ومخدوم هذا الموقف بشتل باص، يعني في باص بيروح وبيجي بشكل مستمر على المطار، يعني تقريبا كل 5 إلى 10 دقائق بيطلع باص، طبعا باص كوستر صغير، وانا استخدمته يعني عده مرات في سفرياتي باعمال الكونسلتنج في السعوديه، كنت اسافر لمده قصيره يوم يومين 3، فكنت اترك سيارتي في هذا الموقف ونستخدم الشاتل باص بالرحلتين، رحله الذهاب من الموقف الى المبنى، مبنى المسافرين، والعوده ايضا من مبنى المسافرين الى هذا الموقف. والباص شغال 24 ساعه، يعني اي وقت بتروح او بتيجي، بالنهار، بالليل، باوقات متاخره من الليل، بيكون هذا الشاتل باص شغال وبيخدم الفئتين اللي حكيت عنهم، فئة الموظفين وفئة اللي بيوقف سيارته لمدة طويلة. أيضا من النقاط اللي ممكن نراعيها في تصميم مناطق الوقوف اللي هي المالتي ليفل باركينج ستراكتشرز ار يوزد، انه نستخدم نظام الطوابق في الموقف للسيارات. فائدة نظام المواقف انه بيقلل من المسافات الافقيه اللي ممكن يضطر السائق، سائق السياره، بعد ما يوقفها انه يمشي ما بين المبنى وما بين التيرمينال اريا او ما بين التيرمينال بيلدينج، فهو بيترك سيارته في طابق معين من طوابق هذا المبنى، ثم ممكن يستخدم الاليفيتر او الدرج، بينزل عموديا او بيطلع عموديا، ثم بيمشي مباشره الى مبنى التيرمينال بيلدينج. يعني شفت من هذا النظام في عدد من المطارات، منها على سبيل المثال مطار أوهير شيكاغو، كان في مباني، مجموعة مباني لمواقف السيارات كان فيها 7 طوابق على ما أذكر في ذلك الوقت، هذا الكلام في التسعينات من القرن الماضي أيام ما كنت ندرس دكتوراه في أمريكا، فكان في المبنى الواحد مكون من 7 طوابق، فتترك سيارتك في الطابق اللي بدك إياه حسب ما بتلاقي طبعا فراغ لوقوف السيارة، وثم عموديا تتنقل بين الطوابق، وبعد ذلك بتاخذ الطابق اللي مباشرة بياخذك افقيا الى التيرمينال بيلدينج. الفائدة زي ما قلنا لهذا النظام انه انت المسافة الافقية بتمشيها بتكون قليلة، لانه اغلب التوزيع بيكون توزيع عمودي، وبالتالي هذا يقلل من مسافات المشي الافقية. البديل انه انا الموقف يكون كله عبارة عن ساحة واحدة، ما يكونش عندي نظام الطوابق العمودية، فمعنى ذلك انه في الجزء البعيد من الموقف حيكون يحتاج الى مسافة مشي كبيرة حتى نوصل ما بين طرف الموقف البعيد وما بين منطقة التيرمينال اريا، فنستبدل هاي المساحة الكبيرة اللي هي في الأصل في الغالب بتكون غير متوفرة أصلاً، أيضاً تضيع للمساحات، فأوفر لي أنا أنه أطلع بمبنى عمودي من أنه أضيع مساحات كبيرة داخل المطار تروح فقط على شكل مواقف سيارات. باركينج يوزرز، الفئات اللي بتحتاج مواقف داخل المطار في منطقة المطار،
اللي هو الباسنجرز الركاب، زي ما ذكرنا قبل قليل احيانا الركاب بيجوا بسياراتهم بانفسهم، خاصه اللي بده يبيت سيارته يتركها لعدد من الايام، بزنس مان بده يسافر لمده ايام محدوده ويرجع ياخذ سيارته بتركها في المطار. الفيزيتورز برينجينج باسنجرز، الناس اللي بيوصلوا المسافرين طبعا اما توصيل او بياخذهم من المطار من والى، فهذول برضو بحاجه لمواقف مؤقته، يترك سيارته لمده ساعه ساعتين لغايه ما ينهي عملية التوصيل أو الأخذ للشخص اللي قادم من المطار. الـ employees الموظفين أيضا بتهم مواقف لسياراتهم، حكينا عنهم بالسلايد السابق. الـ business callers أصحاب الاستثمارات المختلفة، المحلات المختلفة، المحلات التجارية اللي عنده محل تجاري داخل المطار، عنده مثلا مطعم، عنده سوق بيبيع مثلا عطور إلى آخره، فكل هذه الخدمات ايضا اصحابها واللي بيشتغلوا فيها بحاجه الى خدمات نقل. الرنتال كارز اند تاكسز، سيارات تاجير السيارات اللي هي مكاتب تاجير السيارات الرنتال كارز، وهذه يعني براكتس موجوده تقريبا في معظم المطارات خصوصا المطارات الكبيره، انه بيكون في سيارات للتاجير، فانت من داخل مبنى المسافرين بيكون في شركات موجوده بجانب بعضها، كل واحده لها كاونتر مخصص لها، تستاجر السياره ثم موظف من الشركة بيأمن لك السيارة لباب التيرمينال اريا، بتأخذ السيارة وبتمشي فيها، وهي خدمة أيضا متميزة لأنه الشخص اللي بيجي من برا وما عنده حد يستقبله أو ما بده حد يستقبله، بده هو يعتمد على نفسه، فهو عمليا من لما يوصل المطار بيستأجر السيارة لغاية ما يخلص التريب تبعته، خصوصا إذا كانت مدتها مؤقتة قصيرة، بده يقعد له أسبوع مثلا في الأردن، واحد جاي عنده شغل في الأردن لمدة أسبوع، فهو أنسب طريقة له أنه يستأجر سيارة من المطار وبتنقل داخل الأردن لمدة الأسبوع كامل تبعه، وثم بعد ذلك بيرجع السيارة للمطار وبيسافر، وبهيك بكون يعني عملية very flexible و very convenient بالنسبة له. الخدمة هي موجودة تقريبا في معظم المطارات في العالم. أيضا التاكسي الخاص في المطار، وهذا أيضا برضو من الخدمات الموجودة في تقريبا كل المطارات العالمية، في شيء اسمه تاكسي المطار، وهو مشابه للتاكسي الأصفر لكنه خاص في المطار. اللي عندنا في الأردن موجود طبعا أمام المطار مباشرة، وانت بس تطلع، مجرد ما تطلع من التيرمينال بيلدينج تجد عندنا مسرب كامل لهذه السيارات، سيارات تاكسي المطار بتكون واقفة وتنتظر الركاب وبتوصل الركاب من المطار إلى المكان اللي هو رايح له داخل الأردن. طبعا هاي التاكسي بتشتغل one way، يعني مسموح له ينقل فقط من المطار، لكن ممنوع ينقل ركاب من الأماكن الأخرى باتجاه المطار، هو يخدم فقط one way، وهذا يفسر ليش الأجرة تبعته عالية نسبيا، لأنه هو بتحاسب أنت قاعد على one way لكنه عمليا بده يوصلك ويرجع، فهو two trips اللي بيعملهم ذهابا وإيابا بدك تحملهم على تكلفة رحلة واحدة لرحلة الذهاب، ولذلك دائما تاكسي المطار أجرة التنقل بالنسبة له تعتبر عالية نسبيا، وهذا ليس فقط في الأردن وإنما في كل دول العالم، أجرة التاكسي المطار دائما بتكون غالية نسبيا. Spaces for employees can be far by providing shuttle buses، إذا أماكن الوقوف للموظفين ممكن تكون بعيدة عن المبنى، ونوفر باصات لنقل هؤلاء الموظفين، وشرحنا بسلايد سابق عن هذه الجزئية، ووضحنا كيف أنه الموظف اللي بيوقف سيارته لمدة طويلة مش من الحكمة أنه تكون سيارته واقفة قدام المطار مباشرة، وهذا المكان أولى أنه يستثمر للركاب وللي بيوصلوا الركاب، وبالنسبة للموظفين الأصل أنه يكونوا بعيد نسبيا عن المطار، وثم من أمن له باصات تنقله في بدايات ونهايات الدوام توصلوا من وإلى الموقف. Vehicle circulation، حركة السيارات في منطقة المطار. نظام التخطيط حركة السيارات بيكون عادة counter clockwise بعكس عقارب الساعة، بنظام ال one way باتجاه واحد، الحركة تكون باتجاه واحد، و no at-grade intersection، وبدون أي تقاطعات أرضية، يعني ما يكونش عندي إشارات ضوئية تنظم الحركة داخل منطقة اللي هي مبنى المسافرين، أمام مبنى المسافرين، وهذا بالفعل متبع بالنسبة لنا في مطار الملكة علياء الدولي، بتلاحظ إنه في عندنا طريق بحركة واحدة وهو معمول على شكل شبيه باللوب. هذا اللوب تبدأ بمستوى أرضي وثم بترتفع تدريجيا
إلى أن تنتقل إلى المستوى العلوي، وبالتالي السيارات اللي بدها تنزل الركاب تستخدم هذا الجسر العلوي. ولاحظ انه فائده انه يكون عندنا الحركه بون واي وباتجاه الكاونتر كلوكوايز بعكس عقارب الساعه، انه لما توقف السياره امام المبنى بدك تنزل الركاب بتنزلهم من جهه اليمين مباشره، بينزلوا على الرصيف وبيدخلوا على المبنى. تخيل لو كانت العمليه عكسيه، لو كانت الحركه كلوكوايز، السيارات كانت جايه بالاتجاه الاخر، فحينزل الركاب على الجهه اليمين، حيضطر الراكب بهاي الحاله يقطع الطريق حتى يدخل على المبنى. لكن لما خلينا السيارة تيجي كاونتر كلوكوايز بعكس عقارب الساعة، لما بنزل الراكب على الرصيف مباشرة بدخل من الرصيف إلى المبنى، ما بضطرش إنه يقطع الطريق حتى يوصل إلى مدخل المبنى. طبعا بتلاحظ إنه الجسر عندنا العلوي يخدم فقط في الأردن، بيخدم عندنا بمطار الملك علياء الدولي، بيخدم فقط اللي هم المغادرين، بينما القادمين بيكونوا بالمستوى الأرضي تحت هذا الجسر، فبيخرجوا مباشرة من المبنى إلى المستوى الأرضي، وهناك يجدوا سيارات تاكسي المطار والباصات اللي بتخدم الفنادق وغيرها، وإذا بيكمل بقطع الطريق مباشرة بوصل إلى الموقف المخصص للناس اللي بيجوا يستقبلوا الركاب في هذه المنطقة. وإذا كان امتلك سيارته في الموقف البعيد، في باص بيوقف هون ايضا في هذه المنطقه مباشره امام التيرمينال بيلدينج، فبيركب في الباص وبروح على الموقف البعيد، موقف المبيت اللي سميناه موقف المبيت، وبياخذ سيارته وبيغادر منطقه المطار. كيرب باركينج should be provided for pick up and drop off. اذا لازم تخصص منطقه امام المبنى لتحميل الركاب وتنزيل الركاب، وهذا موجود في الطابقين، في الطابق المخصص للمغادرين والطابق المخصص للقادمين، يعني سواء القادمين أو المغادرين أمام المبنى مباشرة في منطقة لتنزيل الركاب وتحميل الركاب. ونعرف أنه عندنا حسب النظام في مطار الملك علياء الدولي بالنسبة للمغادرين، تستطيع السيارات الخاصة أنها تدخل على الطابق العلوي ومعها لغاية 10 دقائق فري، ما بتدفعش أي فلوس مقابل الدخول إلى هذه المنطقة، منطقة تفريغ وتحميل الركاب، البيك أب أند دروب أوف. فهو بينزل الراكب والمفروض ما ينتظر، مباشرة بيمشي وبيخرج من هذه المنطقة. إذا تأخر وقرر إنه ينتظر قليلا يساعد الشخص اللي نزل بشنتاته يفوتهم معاه على المطار، ترتب على ذلك انه تجاوز المده المسموحه، فبهي الحاله لما بيجي يطلع من المنطقه فراح يضطر يدفع اجره عاليه جدا على هذه الساعه اللي تاخرها، او على هذه الربع ساعه او الثلث ساعه او النصف ساعه او الساعه اللي تاخرها داخل هذه المنطقه. يعني فقط المنطقه هذه مخصصه للدروب اوف، لتفريغ السياره من الامتعه، ومن انه ينزل ايضا الراكب نفسه من السيارة بشكل سريع ويكمل لوحده، مش مطلوب منك أنت كسائق سيارة أنه تساعد بأي شيء بالانتقال إلى داخل المطار. بتروح بتوقف السيارة في المكان المناسب وبترجع بعد ذلك تستطيع أنك تكمل مع هذا الشخص اللي أنت وصلت له. Terminal Apron Space Requirements. قلنا الأبرون هو بيكون من الجهة الثانية بالنسبة للتيرمينال بيلدينج، يعني من الجهة اللي من جهة المدينة التيرمينال بيلدينج بيكون ما يخص السيارات كمواقف وغيره. الجهة الأخرى الآن اللي من جهة المطار من الداخل بتكون مخصصة لوقوف الطائرات اللي هي بنسميها الأبرون أريا. الابرون اذا it is an area for parking of aircrafts، اذا هي منطقه مخصصه لوقوف الطائرات. size of gate positions depends on the size and maneuverability of aircrafts، اذا الحجم وعدد المواقع تاعت الجيتس اللي هي البوابات اللي بتربط بين الطائره وبين المبنى بتعتمد على خصائص الطائرات اللي بتستخدمها من حيث الحجم ومن حيث ايضا قدرتها على المانوفرابيلتي، والمانوفرابيلتي مقصود فيها اللي هي الحركه الموضعيه، انها تغير اتجاهها للامام للخلف، تعمل تيرنينج لليمين تيرنينج لليسار بحيث انه تاخذ الوضع المناسب بالوقوف امام التيرمينال بيلدينج من لاغراض تفريغ الركاب او تحميل الركاب من المبنى.
number of gate أو stand positions، نفس الاسم. الجيتس اللي هي عدد المواقع تاعت البوابات اللي بيكون على شكل خرطوم في الغالب، بيطلع من المبنى وبيربط مع باب الطائرة، برضه ممكن نسميه stand اللي هو منطقة وقوف الطائرة أمام المبنى عند البوابة. فهذا بيعتمد على the peak volume of aircrafts to be served، إذا اللي هو الحجم، عدد الطائرات في أوقات الذروة، عدد الطائرات الديماند بعدد الطائرات في أوقات الذروة اللي بدنا نخدمها at the same time من قبل نفس المبنى. فبتكون عندي عدد من البوابات اللي تكفي لذلك العدد من الطائرات. How long each aircraft occupies a gate position؟ أيضا قديش المدة الزمنية اللي بتستغرقها كل طائرة في عملية اللي هو تحميل وتفريغ الركاب. عادة في الغالب الطائرات أول ما توصل بتفرغ الركاب بداية الموجودين على متنها، ثم بعد ذلك تقوم بتحميل الركاب الجدد للذهاب إلى في رحلة أخرى. هذا طبعا إذا كانت الطائرة عندها مجدول إلها، سكيدجول لرحلتين، رحلة قدوم ورحلة مغادرة ورا بعض مباشرة. أحيانا ممكن الطائرة تضطر تنتظر في المطار لمدة معينة، ثم بعد ذلك تقوم بتحميل الركاب. فبهذه الحالة الطائرة راح تغادر موقعها، يعني ما راح تظل واقفة تستنى لليوم التالي حتى تحمل الركاب، لا، هي بتنزل الركاب، بتغادر موقعها، بتروح إلى مكان تخزين الطائرات، انتظار الطائرات، وثم في اليوم التالي تأتي بموعد تحميل الركاب وبتقوم بالتحميل من البوابة وثم تغادر المطار. Gate occupancy time depends on، الوقت اللي بتستغرقه الطائرة بالوقوف أمام البوابة، هذا الوقت بيعتمد على أولا type of aircraft، نوعية الطائرة. طبعا لما نتكلم عن نوعية الطائرة برضه بهمنا بشكل رئيسي حجمها وعدد الركاب الموجودين فيها. كل ما كان العدد أكبر كل ما كان يتطلب ذلك وقت أطول لتحميل وتفريغ الركاب. The number of passengers، إذا عدد الركاب الموجودين داخل الطائرة. الأماونت أوف باجج، كمية الأمتعة أيضا، الأمتعة أيضا تستغرق وقت في عملية تفريغها أو تحميلها من وإلى الطائرة. الماجنتيود أند نيتشر أوف أذر سيرفيسز ريكويرد، في خدمات أخرى ترافق عملية وقوف الطائرة أمام البوابة، خصوصا إذا كانت الطائرة قادمة من رحلة قدوم، ثم الآن راح تفرغ ركاب، تحمل ركاب مباشرة وتغادر. لما يكون الوقت هذا قصير لمكوث الطائرة داخل المطار ثم يتلوها مغادرة، في هناك خدمات معينة ممكن تضطر الطائرة سريعا انه تتعامل معها اثناء وقوفها وبالتوازي مع تفريغ الركاب وتحميل الركاب، زي مثلا مجرد ما تتفرغ من الركاب فورا بيتم عملية تنظيف سريعة للطائرة، انه بعد ما فضيت من الركاب فورا تنظف بشكل سريع قبل ما يتم ادخال الركاب الجدد إلها. ايضا التموين، الوجبات الطعام وغيره اللي لابد تكون في داخل الطائرة. أيضا تغيير الطواقم، إذا كانت الطائرة هيترتب عليها تغيير الطواقم من كباتن ومضيفين ومضيفات وإلى آخره. وأيضا مثلا خدمات التزود بالوقود، أيضا إذا الطائرة كانت بحاجة إلى تزود بالوقود، الرحلة اللي كانت قادمة منها طويلة والرحلة القادمة أيضا حتكون طويلة، بهذه الحالة ممكن يكون في تزود بالوقود داخل المطار. أما إذا كانت الرحلتين قصيرات، رحلة داخلية مثلا قادمة منها واللي هتروحها أيضا رحلة داخلية والثنتين لمسافات مش كثير بعيدة، ممكن الوقود يكون كافي للرحلتين بدون ما يكون في إعادة تزود بالوقود. إذا كل هاي الخدمات، وأيضا بيكون في كويك تشيك اب على الطائرة، نتأكد إنه فيش فيها أي خلل أو أي إشكاليات فنية، بالشيك سريع طبعا، بيكون على شكل سريع للتأكد من الأمور الـ overall is okay، ما فيش أي شيء بحاجة، في ألارم بيعطي ألارم على إنه في تحذير من مصدر خطورة معين موجود في الطائرة. بتكون صيانة سريعة وليست صيانات تفصيلية، الصيانات التفصيلية تحتاج إلى وقت، وبالتالي لابد أن تكون الطائرة تنتظر داخل المطار لمدة طويلة نسبيا. الإفشنسي of apron personnel، الآن الموظفين اللي بيشتغلوا وبتعاملوا مع كل هاي الخدمات المختلفة اللي حكينا عنها اللي بتخص الطائرة، ومن ضمنها موضوع الأمتعة تفريغها وتحميلها، فلا شك أن كفاءة هؤلاء الموظفين بتأثر على الوقت اللي بتستغرقه الطائرة. كل ما كانت الكفاءة أعلى كل ما كان ذلك بيعني وقت أقل لمكوث الطائرة أمام بوابة المسافرين لتفريغ وتحميل الركاب. Required number of stands
طبعا عدد المواقف اللي بتحتاجها الطائرة أو الطائرات بشكل عام أمام المبنى، يعني كم من جيت، كم بوابة يكون عندنا أمام المبنى. N تساوي VT over U where V design our volume for departures or arrivals بالايركرافت بير اور. اذا عدد الاوبريشنز كديبارتشرز او كارايفلز بير اور، فكم بيكون عندنا عددهم. وايضا التي تمثل الويتد مين ستاند اوكيوبانسي ان اور، بمعنى انه قديش معدل الوقت اللي بتستغرقه الطائره داخل هذه المنطقه بالانتظار بوحده الساعه. واليو تمثل utilization factor اللي هو مدى كفاءة النظام، 60% 80%، إذا الرينج يتراوح ما بين 60 إلى 80% where stands are shared، لما تكون الستاندز يتم استخدامها من قبل أكثر من طائرة، وبالتالي بيكون في عندها نسبة الكفاءة ليها بتكون أقل من واحد، أقل من 100%. إذا نستخدم هذه المعادلة لتحديد عدد الستاندز، عدد الجيتس اللي ممكن احنا نحتاجها تقدم الخدمة بالتوازي لعدد من الطائرات بنفس الوقت. ايضا حسب الـ European Standards المواصفات الاوروبية required number of stands n equal mqft where m is the design hour volume for departures or arrivals اللي هي الـ aircraft per hour، والكيو تمثل الـ proportions of arrivals to total movements، إذا نسبة الـ arrivals إلى total movements إلى مجموع الحركات اللي هي both arrivals and departures، يعني total movements تشمل both مجموع الـ arrivals و الـ departures. الـ T اللي هي الـ mean stand occupancy in hour، قديش معدل وقت الانتظار داخل هذه الـ gate أو الـ stand position بالساعة. فيوتشر ستاندز عدد الجيتس او عدد الستاندز اللي ممكن نحتاجها بالمستقبل، طبعا هذه كلها عباره عن بوابات متوازيه داخل المطار، كم ممكن نحتاج في المستقبل؟ نستخدم هذه المعادله الفيوتشر ستاندز تساوي البريزنت ستاندز اللي عدد الستاندز الحاليه ماينس 2 ضرب الفيوتشر نمبر اوف باسنجرز عدد الركاب المستقبليين المتوقع طبعا حسب الدراسات اللي بنكون عاملينها عن المطار، مقسوم على present passengers عدد الركاب الحاليين الكل plus 2، فبيعطيني هذا total number of future stands. ليش ضروري نعرف هذا هذه المعلومة؟ حتى يكون في عندنا ضمن السبيس الموجود في المبنى يكون تاركين احنا فراغات بحيث انه نستطيع نعمل توسع مستقبلي لاستيعاب هذه future stands. اذا يترك فراغات إما داخل المبنى نفسه أو يترك مجال للإكستنشن في المبنى أيضاً، إنه نتوسع نضيف لأجزاء جديدة في المبنى حتى نقدر ننشئ مثل هذه النيو جيتس إن ذا فيوتشر. Aircraft parking configurations بالنسبة لطريقة الوقوف تاعت الطائرة أمام المبنى nosed in nosed out parallel و angled، ومنشوف هذه الأنظمة تحت في الرسم اللي أمامنا. البارالل بتكون واقف الطائرة بشكل موازي للمبنى، النوز إن بيكون مقدمة الطائرة باتجاه المبنى، والتيرمينال نوز أوت العكس بيكون عندنا مؤخرة الطائرة هي اللي باتجاه المبنى، والأنجلد نوز إن بتكون بشكل مائل مع مقدمة الطائرة باتجاه المبنى، وانجلد نوز اوت بتكون بشكل مائل مع مؤخره الطائره هي اللي باتجاه المبنى. طبعا اللي بيحدد عاده طريقه وقوف الطائره امام المبنى هو موقع البوابه تاعت المسافرين او البوابات اذا كانت الطائره كبيره ولها عدد من البوابات، فموقع البوابات داخل الطائره اللي حتستخدم للتعامل مع الركاب، تنزيل وتحميل الركاب، وايضا موقع الخرطوم اللي حنستخدمه للربط مع المبنى نسبة إلى منطقة الوقوف أيضا داخل التيرمينال إيريا داخل الأبرون. فهذه كلها العوامل الثلاثة مع بعض، الخرطوم، موقع البوابة، ومنطقة الوقوف، تحدد شو هي أفضل آلية لوقوف الطائرة لأعلى كفاءة ممكنة بالتعامل مع
ربط الطائرة مع المبنى من أجل تفريغ الركاب أو تحميل الركاب من وإلى الطائرة. التيرمينال بيلدينج سبيس شود بي بروفايدد فور، داخل نفس المبنى الآن، مبنى المسافرين، سبيس شود بي بروفايدد فور، أولا فاسيلتيز فور باسنجرز، مرافق تخدم الركاب أنفسهم مثل التيكت سيلز، مبيعات التذاكر، الويتنج أرياز، مناطق الانتظار، الباجج تشيكينج اند كليمينج اللي هي مناطق اللي هي الكاونترز اللي من خلالها بتعمل تشيك ان، بتسلم الامتعه حتى تنقل الى الطائره، اند كليمينج ايضا اذا الشخص ضيع شنطه اغراضه داخل المطار في منطقه مخصصه للاعلان عن اي شيء فقدته داخل المطار. السكيورتي ايضا الامن، بيكون في هناك رجال الامن للمحافظه على امن المطار. الفلايت انفورميشن، معلومات عن رحلات الطائرات، بيكون هناك شاشات باحجام مختلفه موزعه على مناطق المبنى بحيث المسافر وهو بيمشي داخل المبنى يستطيع انه يرى مواعيد الرحلات سواء كان للقادمين او للمغادرين. التليفونز ايضا، مش كل الناس ممكن يكون معهم موبايلات وبالتالي لابد يكون في عندنا خدمه الهاتف ايضا موجوده داخل المطار، تستطيع انك بالاجره تستخدم اما الكاش أو تستخدم البطاقة الكريدت كارد حتى تستخدم هذه التليفونات للاتصالات المختلفة. الجيفت شوبس أيضا، محلات مبيعات الهدايا. الكار رينتلز حكينا عنها، سيارات التأجير. الميديكال سيرفيسز، خدمات الطبية طبعا لأغراض الطوارئ، لأنه زي ما حكينا المطار هو عبارة عن مدينة مصغرة وبالتالي كثافة حركة البشر بداخل المبنى قد يحصل بعض الإمرجنسيز اللي تستدعي وجود أطباء وممرضين يستطيعوا أن يقدموا الخدمات الطبية الأساسية. هوتيلز أيضا وموتيلز، طبعا كلاهما فنادق لكن الهوتيلز بتكون بحجم كبير فيها خدمات فندقية متكاملة، قد يكون 4 نجوم أو 5 نجوم أو غيره، لكن الموتيلز اللي هي بتكون فقط للمبيت ما فيش فيها خدمات فندقية بمستوى عالي، يعني لا بتكونش حتى مصنفة بنظام الستارز تبعت الفنادق انه خدمة 3 نجوم او 4 نجوم او 5 نجوم، بيكون يعني اشبه بفندق بون ستار يعني، او اشبه بشقق المفروشة بحيث انه فقط تؤمن مكان للمبيت وقد يكون فيها كافتيريا صغيرة لتأمين الاشياء الاساسية، لكن لا يكون فيها خدمات فندقية متكاملة كما هو الحال بالهوتيلز. فهذه سواء كانت الهوتيلز او الموتيلز ممكن تكون موجودة داخل المطار. طبعا الاجرة، اجرة استخدام الموتيل بتكون اقل بكثير من الهوتيلز، وهذا يفسر وجود الموتيلز في كثير من الدول، طبعا ليس فقط في المطارات، الموتيلز ممكن تكون موجوده ايضا على الطرق الخارجيه، الناس اللي بيسافروا لمسافات بعيده، يعني في امريكا كانت مشهوره جدا الموتيلز على الطرق الخارجيه ما بين المدن على المسافات المتباعده، فالشخص المسافر بده مكان يبات فيه لمده ليله ثم يكمل سفره، فالموتيلز هي انسب مكان، بتكون قريبه جدا من الشارع الرئيسي وايضا بتكون اجرتها متواضعه نسبيا، لان انت مش بحاجه لاي مرافق، بدك فقط غرفه تنام فيها، ممكن تحتاج لمطعم صغير تاكل لك فيه وجبه وثم ثاني يوم الصبح تصحى تاخذ شاور وتمشي من هذا الموتيل. فلذلك بتكون اجرته رخيصه، يعني اذكر ايام ما كنا في امريكا كانت الاجره للموتيل بحدود ال 20 دولار، يعني بتاخذ غرفه كويسه مريحه بتنام فيها وبتكمل سفرك ثاني يوم، 20 دولار nothing يعني تقريبا تحكي عن بحدود ال 14 دينار اردني. بينما الهوتيلز اسعارها طبعا حسب الستارز بتكون عاليه، يعني بتكلم عن ارقام اكبر بكثير من هذا الرقم تبع الموتيل. الريستورانتس ايضا، مطاعم داخل المطار. المطار قلنا في ميزه انه في كثير من الناس بيضطر ينتظر، سواء الشخص القادم بينتظر لغايه ما يقدر يطلع من المطار او حد يستقبله في المطار اذا تاخروا عليه مثلا، اللي بده يسافر بينتظر لغايه ما يجي موعد الطائره، وايضا ركاب الترانزيت، الناس اللي بيضطروا ينتظروا لساعات واحيانا ممكن يباتوا ايضا داخل منطقه المطار حتى يجي موعد الرحله اللاحقه، فهؤلاء بحاجه الى كم من الخدمات اللي ممكن نوفر لهم اياها، واللي من ضمنها طبعا اللي هو موضوع المطاعم. الباربرز ايضا، الشخص اللي بده يحلق بهذا الوقت اللي قاعد بيقضيه داخل المطار فرصه ايضا يستفيد من وقته، خاصه الناس اللي فيري بيزي مشغولين جدا، فعنده هذا الوقت اللي استنى فيه بالمطار بيفكر كيف يستثمر وقته وما يضيعه، فبالتالي قد انه يفكر بمثل هذه الخدمات. الشوبس، محلات بانواعها المختلفه سواء كانت للهدايا او غيره.
aircraft operations أيضا عمليات الطائرات من communication centers مراكز اتصال operation rooms for crews غرف لخدمات طواقم الطائرات للانتظار ولأيضا تحضير أنفسهم قبل وبعد الرحلات أيضا الثلاثة airport operations and maintenance نميز ما بين الايرلاينز وما بين الايربورتس وما بين الايركرافت فالايركرافت اللي الطائرات الايربورت المطار نفسه والايرلاينز اللي خطوط الشركات اللي بتمتلك الطائرات اللي بتقوم بنقل الركاب بالنسبة للايربورت اوبريشنز اند مينتيننس الجهة اللي تقوم باعمال الصيانة والتشغيل للمبنى نفسه واللي هي في الغالب بتكون اما نفس المالك الاونر للمطار او بيكون عامل عقود صيانة مع شركات متخصصة للقيام بمثل هذه الأعمال وهذه ليس لها علاقة بالإيرلاينز اللي هي الخطوط الجوية فالخطوط الجوية شيء وشركة المطار أو الشركات اللي تقدم خدمات المطار فنتكلم عن شيء آخر تقوم هذه الجهة بالإير ترافيك كنترول متابعة التحكم بحركة الطيران الجوية Ground Traffic Control حركة الطائر على الأرض بتعطيها تعليمات قبل وبعد الإقلاع والهبوط الـ Airport Administration إدارة المطار بكل مرافقه أيضا الـ FAA Offices المكاتب الحكومية اللي تراقب سلامة الطيران والشروط اللي لابد من اتباعها الـ Airport Maintenance اللي هي صيانة المطار نفسه كمبنى وكمرافق الفاير بروتكشن ايضا بيكون في دائما مركز للدفاع المدني لاغراض اطفاء الحريق لانه معروف انه المطار حساس جدا لو لا سمح الله اي طائره خرجت عن مسارها او كان في عندها اشكاليه اثناء الصعود او خلل فني اثناء الهبوط فقد يحتاج ذلك الى احتياطات من الدفاع المدني بحيث انه يمنع نشوب حريق واذا وقعت الحريق بحيث يقوم باطفائها باسرع ما يمكن لتقليل الخسائر اللي ممكن تحصل لا سمح الله اليوتيليتيز الخدمات المختلفة من خطوط كهرباء خطوط مياه خطوط اتصالات داخل المطار سواء كان في المبنى أو كان في المرافق التابعة للمبنى أو في المواقع المختلفة داخل المطار من تاكسوي من أبرون من أماكن صيانة إلى آخره فكل هاي الأنواع المختلفة من الخدمات لابد يكون في تنظيم إلها بشكل مناسب Design considerations, terminal building should be flexible for future expansion. إذا لازم تكون تصميم المبنى عنصر مهم جدا لإمكانية التوسع المستقبلي لأن المطارات استثمار ضخم وما بدنا لما المطار يصير غير كافي نقول شيل المطار وحط مطار ثاني مكانه لا المفروض أنه نصمم المطار بحيث أنه يتم الاستفادة منه لأطول مدة ممكنة وفي المستقبل لما يكون غير كافي نقدر نعمل توسعة اللي نخليه يصير كافي والتوسعة هاي تتم ضمن مساحات احنا اوريدي موفرينها ضمن تخطيطنا وتصميمنا لمواقع المطار وحتى المباني اللي يتم انشائها بدنا اياها تكون ايضا قابلة لاعادة الترتيب والتنظيم مستقبلا زي ما حكيت سابقا في سلايد اخر انه نلجأ مثلا الى يكون عندنا البارتيشنز يوزنج بارتيشنز بدل ما نستخدم الجدران الكونكريت الثابت اللي يصعب جدا انه نغير فيها بالمستقبل الا بالهدم فالبارتيشنز بسهوله ممكن تفكها وتعيد تركيبها باي شكل اخر بدك اياه ايضا ممكن نراعي انه يكون عندنا ستيجد ديزاين انه اصلا التصميم نفسه يصمم على مراحل بقول انا المرحله الاولى بنفذها الان المرحله الثانيه مثلا بعد 10 سنين المرحلة الثالثة مثلا بعد 20 سنة وهكذا بنكون عاملين دراسة مسبقا عن شو التوقعات المستقبلية الـ expected future demand على المطار ومن لكل مرحلة بنحط وين التوسع اللي بنعمله بهذا المطار يعني ممكن أكون أنا حتى التوسع المستقبلي already أنا عامل له تصميم منذ الآن ولو أن التصميم اللي على المدى البعيد ممكن يخضع للتغيير مستقبلا لكن جيد أن يكون موجود على الأقل حتى نراعي متطلباته ضمن المراحل الأولى Use multi-level building for passenger circulation إذن لسهولة تحرك الركاب داخل مبنى المطار يفضل دائما نلجأ إلى الطوابق وفي أغلب المطارات إذا مش كلها بيكون دائما عندنا المطارات الكبرى طبعا اللي هي الهب ايربورتس بتكون طوابق وليست بمستوى واحد
بحيث انه في الغالب اذا كان نتكلم عن طابقين فقط بيكون عندنا طابق مخصص للمغادرين وطابق مخصص للقادمين. فبهذه الطريقة بترفع كفاءة الاستفادة من مبنى المطار، وكذلك بتسهل حركة المسافرين أنفسهم ما بين الطوابق، بحيث انه بده ينتقل من المسافرين الى المغادرين كل ما في الامر بياخذ اليفيتر او بياخذ درج للانتقال من طابق الى طابق. لكن لو كان النقل افقي راح يضطر يقطع مسافات طويله حتى يوصل من منطقه الى منطقه اخرى. ايضا الموظفين بيشتغلوا داخل المبنى، ايضا سهل جدا عليهم ينتقلوا من طابق الى طابق اذا كان بنظام الطوابق، اما الانتقال الافقي لمسافات بعيده فهذا قد يكون عبء وعائق ايضا امام كفاءه حركه الموظفين. في نهايه الشابتر نلقي الضوء على يعني سكيماتيك دروينج للمكونات الرئيسيه للمطار، طبعا هذا تم تبسيط المكونات بشكل رئيسي بس حتى نشوف الاجزاء اللي حكينا عنها كثيرا في المحاضرات السابقه، اللي هي بشكل رئيسي من الاسفل نبدا عندنا الرنوي والمدرج اللي عليه بتنزل او بتطلع من والى المطار الطائرات. فالرنوي زي ما قلنا هو اذا المكون الرئيسي وشريان الحياه بالنسبه للمطار، لانه من خلاله الطائره بتطلع وبتنزل، اللاندنج والتيك اوف كله بيتم من خلال الرنوي. الان لو اعتبرنا الرنوي هو الاساس، في عندنا الان التاكسي واي، ولاحظ انه ممر موازي للرنوي. الطائره لما بتخلص هبوط الى المطار بنهايه الرنوي بيكون في عندنا اكزيت صغير بيطلعك من الرنوي بيوديك على التاكسي واي، ثم من خلال التاكسي واي بتمشي بشكل موازي للرنوي الى ان تصل الى التيرمينال اريا المناسبه، لانه زي ما قلنا المطارات الكبيره بيكون فيها عدد من التيرمينال ارياز، فحتى تروح على التيرمينال المناسبه فتتنقل على التاكسي واي للوصول الى تلك التيرمينال. العملية عكسية قبل الإقلاع، الآن الطائرة موجودة في التيرمينال إيريا بدها تقلع، فبتطلع من منطقة الوقوف في التيرمينال إيريا اللي هي في منطقة الأبرون، بتنتقل إلى التاكسي واي وبتتحرك في التاكسي واي إلى أن تصل إلى بداية الرنوي، إلى أن تمسك الرنوي من بدايته حتى يكون معها مسافة كافية للتسارع ثم الإقلاع. فمن التاكسي واي بتخش على الرنوي في بدايته، وثم عندما تأخذ التعليمات من برج المراقبة للمغادرة فتبدأ بالتسارع ثم الإقلاع من الرنوي. الآن الجزء الثالث بالإضافة للرنوي والتاكسي واي اللي هي منطقة الأبرون، واللي هي بنشوفها عندنا الساحة هذه الموجودة واللي تقف فيها مجموعة من الطائرات أمام المبنى. والمبنى طبعا زي ما اللي شايفينه قدامنا مبنى بسيط، لكن في المطارات الكبرى بيكون مبنى ضخم. فهذه هي التيرمينال بيلدينج، المبنى اللي يقدم كل انواع الخدمات للمسافرين. وطبعا امام المبنى بيكون في عندنا مواقف للسيارات، وبيكون دخلنا اوريدي في المنطقه الحضريه اللي هي المدينه وكل انواع الخدمات اللي ممكن تكون موجوده داخل المدينه وخارج منطقه المطار. فاذا في عندي اربع مكونات رئيسيه للمطار اللي هي الرنوي والتاكسي واي والابرون والتيرمينال بيلدينج. اذا هذه هي المكونات الاربعه الرئيسيه لاي مطار، طبعا فقط تختلف من مطار الى مطار بحجمها. والتيرمينال بيلدينج قد يكون عندي عدد من التيرمينال بيلدينجز، بالنسبه للرنوي قد يكون عندي عدد من الرنوي زي ما ذكرنا في محاضرات سابقه، لكن تبقى عندنا كمكونات رئيسيه هي هذه هي الاربع مكونات الرئيسيه، رنوي وتاكسي واي وابرون وتيرمينال بيلدينج. ايضا هنا بشكل مبسط بنشوف برضو الهدف منها فقط التوضيح، يعني ليست حقيقيه هذه الصوره، هي سكيماتيك بين لي بعض الخدمات اللي قد تكون موجوده في المطار من ستورج اريا، من اوبريشن مانجمنت، من ايربلين لودنج ابرون، من دايننج اريا، من كيتشن، من ريست رومز، جانيتر كلوزيت، يوتيليتيز، سيرفيس اند ابرون، اكسس درايف، ايضا ادمنستريشن بيلدينج درايف وويتنج اريا. فهي تبسيط فقط للفكره لتوضيح مختلف المكونات اللي قد تكون موجوده بالمطار. وهنا ايضا تكمل للويتنج اريا ان جنرال افيشن تيرمينال برضو بشكل تبسيط لمناطق الويتنج اريا، ايضا منطقه الكاونتر اللي بوقف الركاب امامه لتلقي مختلف الخدمات،
ايضا نشوف السمول ديسبلاي، وايضا وجود المناطق السيلز، مناطق المانجمنت، مناطق الاوبريشنز، لوحة معلومات عن حركة الطيران سواء كان arrivals أو departures، وجود أيضا مقاعد لجلوس أثناء الانتظار. طبعا كل هذه تبسيط للفكرة وليست حقيقية. في المطارات الحديثة الآن كلها بتكون أمور أكبر وأكثر تطورا من اللي شايفينه في هذه الصورة.